ناري امك بداو هاكا صاحبتها. اختي نسولك عافاك، انت صاحبه العروسه تا مالا غتجوك هاد النهار غتسمعك. شوفي قولي ليها باللي العريس دار في هدرته ومو بغات ليه بنت خالته وغمريت. عارفي كيفاش توصليها لها؟ غا خلعيها دخلي معاها المطارقه حنا جايين. يلا يلا. اش نقول لك يا خيتي، انا شفت العريس على الطريق ما عنده شي مشكل ولا شي حاجه. يلا وسيمه البيضاويه فرجينا كي ديما توم مجموعه. بوغوس والصالير عندك طالع، انت شو بغيتي دير بشي زواج؟ وتسير سافر زهاليه مع راسك، راه غتزوج مسخوط الوالدين ما يبقاش عندك باش تخلص تلاصال. لا دابا ما بقى عنده ما يدير بالمسكينه، غتولي عندك رياضه اخرى. غوجد ليا راسك الدوزيام سوفول بالبقالي، غتولي عندك 500 متر حواجز كل نهار. زوين ومن قاد وجهك مقمقم بحال قلم الرصاص، خاصك غا من جاره وكتبوا حجاب ديال القبور. ماوديش غتكتب به هو موكول معرقات وكال بقى فيه غير نجره ولا ويلي. لا واكل ويلي ولا وحشومه. واش هذا اللي قالت لي جوج كلمات زوينين وضحكت لي في وجهه ناض لبس قميص شون مكمشه وصباطو مقمقم وغادي قاصد الدار؟ على هذا ما واكلش، هذا راه شارب. شنو شارب؟ وانا ما كنفهمش بزاف هذوك الانواع ديال الشراب، ولا اني هذا شارب القاصح ما تقولش ليا من المرنيقه وانت طالع. وتشو الراجل ودير بعدا غا سيلونسي التليفون، لا تولي معيطه لك شي وحده من هذوك القدامات ومخسره لك نهارك. ما عرفتش اش واكل الزبل، غيكون واكل الزبل. وانت عرفتي بعدا الشرطه عليه؟ الله يسمعنا اخبار الشرطه. وقالت ليه باغا داري بوحدي، ومني قال لها علاش قالت ليه باش نقلبس لك اللي بغيتي كيس كارديشن. وشوف لك دابا قلت الحياه. شوف حيد يلا نغيروها، هذا فات فيه الفوت. اجي نعتقوا الا باقي شي ما يتعتق في سبيل الله. والدريات بديورهم بشهريتهم بطونوبيلاتهم، شقربك لهذيك العتبه المنحوس. والله الا هذيك النهار مشى عند الطبيبه والنهار كامل وهي كتضحك. يلا وكان باغي يدوز زي سميتو شداتي والفتيح. لا ولكن هذيك هي راه خدمتها، راه كتضحك مع كل شيء. لا ما تقولش ليا انا حاضر كنت خدام معاه عجبها. شو كيدير؟ ما توهم لي محمق، ما تشوفي لي شاده في حبل. الله يستر، باقيين عندنا ولادنا ما تزوجوا ما ولدوا ما داروا ديورهم، الله يخرجنا من دار العيب بلا عيب. كلاني السلام يا خويا، ما عرفتش شكون كيدوي فينا. وما يكون هذاك الشيخ العامري او ثاني داير علينا شي محاضره، وريني شوف واخا هكاك وحلينا زامتنا الله يعطيه الصحه. اجي بعدا انت هاد العروسه اللي غادي تكتب عليها، باش عرفتيها باقا بنت يا كره مراق؟ لا ولا وحشومه، ما خصناش ندويو في الاعراض ديال عباد الله، نمشي ونعبروها وردوا لي. اش بالك؟ انا جاتني مراه قويه مستقله بذاتها. لا واش بقى بنت؟ بقى وتا هذه رمي لالا. ودخل ادخل الطريق عندك مسرحة. دخل دخل. Ha ha ha!
وستي 90 وكدي راطي وانتي والو. هادي راه تنفخ الحاوني بلا بومب. والصوت عندكم زوين زوين ليماج ما عندي ما نقول الضرب حتى هو مزيان ولكن ما كاينش ميساج وسط الضحك ما كايناش القرايه راه خاصكم تقرصوها وتوريوها شنو دير من دابا راه قال لك النهار الاول يموت الحلاوي. هاي 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 والعزبه كتنقص وردات شي مدير ولا باترون اسكت اسكت راه يعاودوا عليها نصاب شي نهار يتشد ويخليها واحله في روحها. سمعت واقيلا قال لك باغي يسكنها مع والديه. ناري 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 على ديك امو الا ما رجعاتها خدامه عندها في الدار اجي وقف ليا تلعب ودنيه وقرا المعوذتين. حتى راه غتقتلها غير بالجوع هذيك راه سرق الزيت ما كياكلش معاها الخبز دايره ليه الجلده عند الباب. ماشي شي لديك الدرجه كاع سولني عليها انا هذيك راه ملي كتدخل الدار حنا الجنون كنتقنتو وكنبداو نتانسبيرو نشود الحرام بانت لي الدريابه صغيره وفتي الحمام كنزز بغا يخسر في الشباب اجي هذاك غيمشي يدير ليها بحال هذوك الربعه اللي فيتخاطب حتى مالو فيتخاطبو على ماشي يدخل الدار يخطب الدريه يشرب اتاي وياكل الحلوى ويسكت حالاته وملي كيعيطوا عليه والدين الدريه كيقولوا ليها جي ضرب الكاط كيقول لهم اه ضربوه انا ضربته ياه هاي النقاش رسمي لك عقرب خفاش خفاش ياك حريفيه وفنانه عندها مجموعه باش يبانوا لي اللعابات قبيله مقشبين وكيتغامزوا على ملي كيتنمروا ولا مقشه مسكينه هو بوحدها ومشى مكرب الدولي وجايب الرومبو هما لا مسكينه اش ناقصها وقال لك الاس اللي مشاو ليه القهوه غير كتنقش عمرهم قهوه بارزه حتى هي كيف كيف تعز باش ينقشوا ليها هما لا مسكينه قرعت فيه جا دق شي واحد في الباب وقالت ليه لا ويني هادو راه ما يسواوش ولا مالا هي سهلة اليوم ترى العرس باقي كاع ما سهلة ياك تفرج الريمونطادا اللي غدير لهم لو عين موت العروسة ويلي ويلي هاي 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 موت العروسة والدة الزين تبارك الله الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود العروسة هي ديني من هنا ياك تسكت ديرا صاحبتك وما لاش حتى مزيزة ومقادة الحالة العريس منين دخل ومقابلها هي واقيلا بيناتهم شي حاجة وزعما انت هي مولات العقل انت اللي خاصك تقرسيها على دابا باقا تلقى في صحابات على بنت زهره شكون خرج عليها ماشي صاحبتها خلاتها حتى اللي دخلها وخرجت جلاتها العريس كانت غتشدو كريس كاردياك جاب الله واحد الشيخه شداته وعنقات وصبرات وخو عليها كاشوشه وردي بالك وحدي بابك وكوني مرا ولا لا ياك الو استاذ صافي غشع عليه راه شعلناهم رديناهم فحال ليسونس تلوحي عليهم وقيده يتفرقعوا شي بك عايشة كتشوف الدرية كدير بهاد الحالة ما كانت عرفتي انا كنقطع عليها عرفتي انا كنقطع عليها إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Yeah.